هذه الأثناء وصلت جنازة الشهيد وسيم خليفة في الخلف، موكب من السيارات للأمن الوطني وآلاف المواطنين. في هذه الجنازة سيتحرك باتجاه مخيم بلاطة. حتى نحن كأسرة محررين وكأسرة داخل سجون وكشعب فلسطيني بشكل عام نعاني الأمرين من هذا الاحتلال، إما الحرية والسلام لشعبنا الفلسطيني والانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي الفلسطينية. نعم لا شيء نخسره، الانطلاقة والشرارة من البلدة القديمة من جنين من مخيم بلاطة، شهداء عدة اشتباكات، يعني شباب بريعان شبابهم هذه الليلة اشتبكوا اشتباكات كبيرة مع جيش الاحتلال، ويعني أعطوهم درس لم ينسوه بكل أمانة، يعني إصابات في مقابل المستوطنين من قبل الجنود هذه الليلة، وسيكون الأيام القادمة خير دليل ردا على الاحتلالات وما تقوم به سلطات الاحتلال سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة أو في كل منطقة من مناطق الفلسطينية، استيطان، جدار فاصل، جدار عنصري، عربدة من المستوطنين، عربدة من القوات الخاصة، كل هذه الأمور لابد أن يكون لها تداعيات كبيرة. وها هو أبناء شعبنا الفلسطيني يعني يسطرون أروع صور النضال والتضحية، والأيام القادمة ستكون خير دليل إن شاء الله. والله مجزرة حقيقية، يعني هجموا على البلد وهجموا على المنطقة، مستوحشين متوغلين في كل النواحي، يعني شغلوا كل عتادهم ضد هالمنطقة. هون استشهد الشاب، كنت متبع؟ لا أنا والله متبع، كنت على الأخبار مباشرة رحمة الله عليه، قريب من هاي طبعا بالمفرق، كان في إطلاق نار، كان في عشوائي نقاط قناصة في كل النواحي، شباب عزل بده يدافع عن أرضهم عن وطنهم، تحدي ابن قفير اللي اجي على المنطقة استفز الشباب بزيادة، ابن قفير ما هو مربوط في موضوع المسجد الأقصى يعني، فاستفز الشباب، خرجت الشباب، خرجت الناس، شبه منع التجول، اعتداء على الدور، قلع بواب الدور، تكسير الكزاز، اقتحام المنازل، إجرام حقيقة، إجرام، يعني المنطقة ما شهدتش لهذا الهجوم من 20 سنة تقريبا. بذكرك بما كان يجري بالانتفاضة الأقصى، رحمة الله على الشهداء جميعا، أسأل الله يتقبل الشهيد وسيم، بانتفاضة الأقصى صحيح.